قالت روسيا يوم أمس أو يوم الثلاثاء إنها قررت تنفيذ وقف إطلاق النار الإنساني المؤقت في حلب السورية مرة أخرى، كما أعلن الجيش السوري في نفس المساء تنفيذ وقف إطلاق النار الإنساني المؤقت، والذي من المقرر أن يمتد من الساعة 9 حتى الساعة 17 ليوم الجمعة بالتوقيت المحلي. أصدر الجيش السوري بيانا جاء فيه أن القوات السورية والروسية فتحت 8 قنوات لانسحاب المسلحين وخروج المدنيين المحاصرين من الجزء الشرقي في مدينة حلب، حيث يمكن للمسلحين الانسحاب إلى شمالي سوريا عبر قناتين نحو محافظة إدلب التي يسيطر عليها المتمردون، أما المدنيون فيمكنهم المغادرة من القنوات الست الأخرى. ووفقا لوكالة الأنباء السورية، وزع مسلحو ما يسمى بجيش القهر في شرقي حلب منشورات في اليوم نفسه، قالوا فيها إنه يسمح لمغادرة المدنيين تحت سن 14 عاما وفوق سن 55 عاما من العمر خلال مدة وقف إطلاق النار الإنساني، لكن ذلك مشروط بدفع نفقة الخروج من المدينة والتي تقدر ب 150 ألف ليرة سورية. الجدير بالذكر أن القوات الروسية والسورية نفذتا وقف إطلاق نار إنساني في حلب من 20 حتى 22 من أكتوبر الماضي لتوفير الحماية لانسحاب المدنيين والمتمردين المحاصرين في الجزء الشرقي من حلب، إلا أن عددا قليلا فقط من المتمردين انسحب من المدينة. وتجدد الصراع بين القوات السورية والمتمردين مرة أخرى بعد الانتهاء من وقف إطلاق النار، ولا تزال الحرب مشتعلة بينهما.